يعني بكل انواع الرجل هذاك اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احد ابناء الاقرع بن حابس فكان يقول والله اللي ثمانيه من الابناء لم اقبل واحد منهم. ايش دي القسوه؟ وين هذا ما املك لك ان نزع الله الرحمه منه؟ فيعني ما في واحد يعني ما في مشكله ان الواحد يعبر عن مشاعره. يحب يختلف. وش السبب؟ هو قاسي عنده في الجهل عنده جهل من تعرف العرب اول اجلاف قساه ما عندهم يوم الجاهليه حتى اللي تجي بنتي كان يأدها هذا زمان. لكن الاسلام نور رحمه وعلم الناس وفتح عقول الناس وفهمها شنو التعامل شنو الحب الحقيقي وشنو الاجر اللي تجده لما صدقت. المراه تتاثر في العلاقه الحين هاي شيء في الجانب النفسي والاسري. الجانب الحب مهم بين الرجل والمراه، لازم المرأة سماعية اللي يؤثر فيها الكلام من الرجل، كلام الحب كلام العاطفة كلام ده هو اللي تبغي. لذلك إذا ما أشبعت من هذا تجدها تضيق عليك في وشه، في كثرة الهذرة، في كثرة الطلبات، في كثرة روحة السوق، لأن تبي أنت ما غطيت الجانب ده، فتجد طرق ثانية. أيوة إحنا العزاب نتزوجنا إحنا نعرف تعرف الأساسي. يعني أهم شيء عندها إذا كثرت عليها الغزل وإذا ما عاد قالت ودني ما تبحث في شيء. يقول تطلب 60 طلب عشان تعوض. إي عشان تعوض الفراغ. بنقول لأن هو الأساسي في العلاقة الزوجية. فالسيارة إيش تقول دكتور؟ فالسيارة قاعد يقول إيش؟ يقول المخ حقت المخ. لا 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 وش يقولها؟ ما في شيء. ايه انت تقول المخ اكبر صح؟ اي في كنا نتكلم ذكرني في الحديث او شيء انت تقول مخ عن مخ الرجل ومخ المراه وتركيبته يقول مخ المراه اكبر اكبر ما هو تفكير اكبر حجما عشان كذا ايش تقدر تسوي؟ ما شو تسوي؟ هي تقدر تتكلم في مواضيع كثيره في ان واحد. ليش؟ لان وظائف المخ موزعه على المخ كله صحيح؟ لكن الرجل لا، الرجل يحسب عنده القرار. في مشكله هو اللي قال هو لا صحيح تتكلم في عدد من المواضع لكن ما تقدر تحسم الامر وتتخذ قرار. في نقطه مهمه الرجل اللي يتخذ قرار تستقبل من ثلاثه اربعه وترد عليها لان الوظائف موزعه على المخ كله. يعني هذه عشان المخ عنده اي طبعا طبعا ما شاء الله ما هو اكبر حجم لان لا لا لان وظائف المخ موزعه على المخ كله. الرجل لا عنده شقين طبعا الدماغ اربع فصوص الى اخره هاي تشرح، لكن عنده شقين، شق للتخيل للمخاطبه والكلام، شيء للتخيل والتامل والميموري عند الذاكره وكذا. فاذا اصيب الرجل بجلطه في الجانب هذا نادر ما يقدر يتكلم او يتحاور خلاص. لكن المراه لو اصيبت ما تتاثر مثل الرجل شفت. لان الوظائف جاء جلطه بعد تتكلم اي لان الوظائف في المخ كله مش في جهه تنضرب وانتهى الموضوع، لا في المخ كله ما تعطل ابراج عدم سبحان الله. لكن بعوده للشعر فعلا انا يعني كل واحد يقرا التاريخ فيعجب بمكانه الشعر فعلا بما انكم شعر وانتم تعرفون الشيء ذا. ان طبعا ترى متعب يكتب ابيات اعطيكم معلومه خليه الليل والله يكتب والله جلال نسمع منه اكيد لا يكتب ف سبحان الله يرفع اقوام يخفض اقوام فعلا صحيح. والبيت المشهور المعروف دع المكارم لا ترحل لبويتها لبغيتها وقعد فإنك أنت الطعام الكاسي. قصة بنو أنف الناقة مشهورة رحم الله والديك كانوا بنو أنف الناقة قبيلة يعني وضيعة لا يتزوج منهم ولا يؤخذ منهم ولا لهم رأي ولا مشورة أبدا. وأتاهم شاعر مر على القرية وبرضه اسمهم كان يسم يعني يستعيبهم من اسمهم بنو أنف الناقة أنف الناقة يعني أنف الناقة إيش يعني ما هم قبيلة بني سهم ولا قبائل مشهورة أنف الناقة. فمر شاعر بس مجرد مر يعني من عندهم قال استغلوا ادعوه قال ما عندنا شيء يعني نعطيه قال اعطوه اي شيء يعني يسدوا جوع حتى انه يعني يقول فيكم بيت يعني يرفعكم فوق. فعلا يعني دعوه واكرموه فقال فيهم بيت واحد قوم هم الانف والاذناب غيرهم فمن يسوي بانف الناقه الذنب. يا سلام قوي يقول بعدين 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 تزوج من القبيله ما يزوج منهم الا الاشراف والاغنياء أنف الناقة معذرة في الناقة صحيح ها سبحان الله إيه قالوا هم الأنف وغيرهم قول لا يلا والأذناب غيرهم هات لا الدعوة حامية والله ما عاد فيها مرة عندك شاش راسي يا أبو خير يلا ما له دخل صح يلا يا ذيبان الليل انتبه خلنا شارس مشكلة أبشر أبشر والله ترى الشعر والله هات اللي في مزاجك يا أبو خير تدلل تبون بيتين اللي تبي لا نبي قصيدة دسمة اللي تبي اللي يريحك ما بعد بسم الله تلا من الشعر الى حكمه ابشر ابشر صح والحكمه ضاله المؤمن يا سلام تؤخذ من
إنا وجد في على اعطاك يقول ان من الشريعة الحكم. قلت الحكمة تأخذ من يعني من عند الناس اللي لها الحكم. من الحكماء. يلا يجزاك الناس العاقلين. ها من الحكماء الناس اللي اكبر منك. سلام وجهين. ان قال سالم يا جواد الفكر لا يرهبك كثر الزحام وانت لك مرابط ابداع وانتاجك مقيم. يا سلام. اطلق عنان التحدي وهيا للامام سر الى درب الطموحات والحلم العظيم. سلام. ويش عذري دام عيني على راس السنام وتابعي ما هو بغاوي وانا ماني بهيم. يا سلام. لكن الشعري عزلني عن عيون الانام واحتوتني عزلته في دجل الليل العتيم كالنيل اللي يطلب الثار وابطى ما ينام وانغفت عينه ثواني تعداها الغريب. ما لقيت اشد وقسى من دموع الغمام غيمة الفتنة مخيفة وبارقها أليم أمطرت بدموع وأحزان وهات وخصام وانبتت حقد ونزاعات وأوهام وجحيم. الكريم أعطت يمينه محبة واحترام وصافحتها بعد كل العطايا من اللئيم. وحد أطراف التنازع وحارب الانقسام وشحت يدين التكاتف ولا شح الكريم. للولاء نعمة للولاء غيمة مطرها على العالم سلام. من جهل معنى الولاء ما عرف معنى النعيم. يا يتيم الأب والأم لله الدوام من يعيش العمر فاقد وطن هذا اليتيم. يا سلام. سلام. يا سلام. هذا إبداع. الله يطول عمرك. إبداع الغزل هذه الإبداع القصائد اللي فعلا هي ما يحبوا الغزل. لا 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 بالعكس. إلا جميل. أجل لو سمعت الغزل الثاني ايش تقول يا أخي؟ ما ما عاد عندنا غزل. كلها جميلة ما شاء الله. بالعكس شوف الغزل طال عمرك طيب بس إنه في حدود يعني زي اللي نكتبه بالخير كويس. فعلا مش راك تضحك انت. الله المستعان. تمام يعطيك حق تبارح يا ليل يا عيل. لا لا نبغى من متعب. متعب ايه سمع والله انا يعني لست اقرب بيتين مجرد مناسبات. هات اللي حافظ من القصايد انت كات ولا لك ولا انا يعجبني كثير الادب بحكم اني ذهبت يعني شاهي درست برا فتعلمت لغه وكذا لغه فسبحان الله الواحد يعرف مقدار لغة الام اللغه العربيه اذا قرا يعني التاريخ للغات الاخرى سبحان الله يعني ما استرديت باللغه العربيه حتى ذهبت للغرب وشفت لغتهم شفت لغاتهم شفت مدى جمال فعلا اللغه العربيه قوتها صحيح قوتها فعلا وانما البياني لسحره فيها قريت شعر جدا رائع لمعمر وشو اكبر عمر قد مر عليكم شخص قد عمر في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم الى الان 150 سنه لا في اكثر في اكثر في 300 وشوي 900 صح ولا لا في لا لا لا, لا, لا 300 وشوي تقريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قريب 300 وشوي معاويه بن ابي سفيان كان في مجلس الحكم معاويه بن ابي سفيان فساه الحاجب قال هناك يعني شيبه عند الباب قال ادخل فادخل فقال يعني اجلس يا شيبه قال ومن يجلس قال سم اجلس يا شيبه قال ومن يجلس مثلي ومن جده بالباب الله ابو عبد الله شاهد قال ومن يجلس مثلي ومن جده جد بالباب جده عند الباب وجده ايه ينتظر عند الباب جد الشيبه ايه بالباب جد الشيبه يقول كيف اجلس وجدي برا ايه عرفت قال لابد سلمت قال لابد انك من ابناء الربيع بن مضر قال نعم ربيع بن مضر ذا دخل عليه رحب بالخليفه جلسه قال ما بلغ من عمرك قال امرؤ القيس ابوه ملك كنده لحق عليه ذا نلحق على ابن القيس ايام الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والخلاف حتى مع ابن سفيان فسبحان الله من شعر الربيع بن مضر تجد الحكمه فعلا قال كان عمره الان سيقول في الابيات قال الا ابلغ بني بني ربيع ابناءه فانذلوا البنين لكم في داو فانذلوا البنين لكم في داو فاني قد كبرت ودق عظمي فلا يشغلكم عني النساء يا سلام فإني قد كبرت ودق عظمي فلا يشغلكم عني النساء إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء الله قال إذا بلغ هذا الشاهد إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذبة والفتاء يقال أن هذا قاله عمره 200 عمر 100 سنة زيادة فأصبح عمره 300 سنة حلو 300 والعجيب كله أن يقال أنه ما أسلم
ما اسلم ما اسلم في عهد معاويه يعني الاسلام طيب منتشر لحق النبي صلى الله عليه وسلم لحق عمر القيس يعني طيب انا حتى وصل العهد سبحان الله لذلك الهدايه الهدايه بيد مين؟ اسلم بيد الله عز وجل يعني استعجب كبير احنا في مجال الدعوه نروح ندعو ناس سبحان الله تجد خير من تجد شخص سبحان الله تجد شخص محترم يعني ما ينقص شيء ابدا امين صادق كل مسلم الا انه ما يؤمن بالله عز وجل سبحان الله الله ما رد الهدايه صح فسبحان الله عجيب طالع عمره 300 سنه حسن ما اسلم خيركم من طالع عمره حق النبي صحيح خيرك ما حق قيس 100 سنه معي خير من 300 سنه اي والله ان الرصيد يزيد اما في الحسنات اما في السيئات وهذه مصيبه سبحان الله يا مرحبا مليون الله اولا اشهد الله اني سعيد فيكم كلكم واحد واحد وكما انني حزين لانها اخر لان هذه الحلقه اخر حلقه سبحان حزين والله على تفاعل المشاهدين وانطباعاتهم معنا وادري ان هذرنا عليهم واجد لكن برضه كان ودنا بحبل الوصل ما ينقطع وان شاء الله ما ينقطع لا باذن الله انا ابي بس عشان الناس برضه تتواصل تقدر تتواصل مع الشباب تتواصل معنا برا ابغى ابو وجه خير بس عطني حسابك في انستغرام وفي تويتر وفي سناب عشان لو ناس حبوا يتواصلون معك يعرفون حسابك ابشر في تويتر والانستغرام الباحث محمد بن جخير عربي محمد بن جخير عربي الله يعني الوالد الله يطول عمره جخير صعب بالعربي بعد تبين اقولها بالانجليزي ما جابوه بسيطه بسيطه صعب بالانجليزي جو خير محمد بن محمد بن جخير حلو بالعربي الله بالعربي والسناب السناب ام اندرسكور جي 1989 وصلت وصلت ابو عبد الله انا اعتقد انك طلبت السناب علشان لا والله نسيت طيب هذه بس حساباتك الله ما اذكرها نسيت هو في هو عايش 65 في التويتر كم دكتور عربي؟ لا بالانجليزي عربي ما في والهناك عايش القحطاني هناك وين؟ في تويتر في هو هناك الفيسبوك أفكر. الفيسبوك تحتها مكتوب دكتور عاش القحطان متعب طبعا الظاهر انك جميل وضعك طيب انت شلون طيب؟ ما في حسابات عندك حسابات؟ ابدا ما عندي حسابات الليله لازم ليه ما تستغرب؟ لا الليله 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 لا لازم تكتب اجل ما انت والله تطور انت ما تنكر وجه انت اي انت رجعي الله هي وسيله لا لا ما عندك تنكر يعني اي هذه هي ابو سمي غالي انت لازم حساباتك حساباتي موحدة في جميع برامج التواصل ما هي شخصيه لي اف اندرسكور كي اي اس اي اي ما شاء الله ما شاء الله في كل اي برنامج كلها ثلاثه لا في واليوناوي يا مرحبا مليون مرحبا بكم مليون لا انا بسالكم بما انكم شعراء ما شاء الله فلعل الحديث ذو شجون الجن ما أدرك ما الجن أعوذ بالله من الشيطان طبعا أنتم إذا جاء طاري الشعر والشعراء لابد أن ترتبط اسمه على طول مع الجن نعم سؤالي للأسف يعني هو هل لكم علاقة بالجن؟ دقيقة عندك رأي إيش رأيك إيش رأيك اسمع قبل ما نبدأ نقرأ عليها لا تعرف هو كذا أنا طال عمرك كتبت بعد الهواء نستغل وجودكم ثلاثة ما شاء الله بيتين كل واحد يبرك على الثاني كتبت بيتين طال عمرك في الثانوي اعتقد على السؤال ذا يقول الشعر هذا ممكن اصحيح ممكن اخطا البيتين هذا طيب الشعر هذا فاكهة شيطان الله من ذاقها غصب عليه يغني الا وصولها يصعب على الانسان الفاكهة وصولها يصعب على الانسان الا الذي له واسطة مع جني ولا كسبها ورث عن جدان هذا كسبها دون شك وظن يعني له طريقتين اعيدها من جديد